ال ار جي تي المستوى الثالث الاير تريننج والاورال يعني النظري. انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهارده هنخلص كورس الار جي تي المستوى الثالث كامل، هنقفله كامل. اعتقد لو وصلت للمستوى الثالث انت هتبقى الى حد ما عازف جيتار كويس. انا عايز الناس دايما تاخد الموضوع ده بجديه، ان مجرد وصولك للليفل الثالث تبقى عازف جيتار كويس، المستوى الرابع عازف جيتار، تبدا تبقى عازف جيتار متقدم. فالكورس بتاعنا دوت بادئ من المستوى التمهيدي، واخدنا المستوى الاول الثاني، والنهارده هنقفل الثالث. فاعتقد دي هتبقى باكج كويسه جدا لاي عازف جيتار عايز يحط رجله على الطريق الصحيح. بعد كده انت هتقدر تكمل كمان زي ما انت عاوز. يعني اول حاجه في الجزئيه بتاعه تدريب الودن، تدريب الودن دي مهمه جدا لاي عازف ولاي فنان ولاي موسيقي. لازم تبقى عارف الاله بتاعتك حدودها ايه، وانت بتمد ايدك على الاله نفسها تبقى متوقع الصوت هيطلع ايه، وتبقى في دماغك الموسيقى ديت بمسافاتها، بحيث انك انت ايدك ديت انت مش بتفكر انت رايح فين وجاي منين، انت الموسيقى بتطلع من ايدك كانها اللي في مخك بالظبط. بس طبعا دي مرحله متقدمه احنا هنوصل ليها بالتدريج. اول نقطه في الاير تريننج اللي هناخده في المستوى الثالث، هو في كذا عنصر. يعني اول عنصر في التعرف على المسافات، التعرف على المسافات في السلم الماجير. لو اخذنا سلم دو ماجير، دول الثمان نوت بتوع السلم. لازم اعرف اميز لو عزفت الاولى والثانيه والاولى والخمسه، دي الخمسه الثانية يا دوبك بعدها على طول، دو سول. لازم تعود نفسك على النقطة دي. الرابعة دو فا أهواك، دو فا أهواك. حاول تلزقها دايما بأغاني في ودنك المسافات ديت، فهتتضح ليك الصورة. فأنت مطلوب منك إن لو عزف لك النوتة الأساسية وعزف لك بعدها نوتة تانية، تقدر تقول له دي تانية، دي تالتة، دي رابعة من سلم مثلا دو ماجير. هيقول لك هو اسم السلم وهيعزف لك النوتة اللي عايزك تحدد المسافة اللي بعدها جاية منها ازاي. فانت لازم في ودنك تقدر تميز بين المسافات. طب اتدرب عليه ازاي؟ اتدرب عليه بان انا يكون معايا حد، او ان انا اسجل مجموعة من المسافات بس اكون كاتبهم. يعني ايه؟ اسجل مثلا اولى خمسة، اولى رابعة، اولى ستة، اولى اكتاف، اولى سبعة. فانا اكتب اسجل مجموعه من المسافات دي على الموبايل بتاعي مثلا، بس اكون كاتبهم ويكونوا كتير عشان ما افتكرهمش، ما افتكرش انا بدات ايه ونسيت في ايه، واروح عامل مجموعه ثانيه وعامل مجموعه ثالثه وعامل مجموعه رابعه. تعمل المسافه وتسكت شويه عشان تدي فرصه لنفسك تفكر، وبعدين ايه تروح قايل الحل اللي انت عملته من ايدك. يعني انت من ايدك انت عارف انت عملت ايه، فرحت قايله كمان في التسجيل اللي انت سجلته دوت. فتيجي بعد كده اما تعرضه وتسمعه وتجرب مع نفسك، فتسمع نفسك المسافه ويبقى في مسافه فاضيه تقدر تقول فيها النوته، وبعد كده تصحح لنفسك لما يتقال الاسم بتاع المسافه الحقيقيه. واخد بالك؟ يعني انت هتسجله لنفسك عشان تساعد نفسك. لو معاك واحد صاحبك طبعا دي هتبقى مفيده جدا، لان هو هيعمل المسافه وانت هتسمع من المسافه على طول. واخد بالك؟ كل يوم اتدرب حوالي مثلا 10 15 دقيقه تلت ساعه على الاير تريننج دوت. باذن الله في خلال شهر هتلاحظ تغيير كبير جدا، انك بدات تتعرف على المسافات الموسيقيه ديت. طب احنا هنعمل بيها ايه المسافات الموسيقيه دي؟ انا معرفها. انت قدام لما هتيجي تبني الكوردات وهتيجي تسمع كورد بيتعزف، انت هتعرف المسافات اللي مسيطره فيه ايه، وتقدر تعزف المسافات دي في هارموني انت بتعزفه على ميلودي. فانت وانت بتسمع تقدر تعمل سولوهات حلوه على كوردات معزوفه معاك. ده اول حاجه مثلا ممكن تعملها. انت كمان ممكن تبقى وانت بتكتب الحانك وبتاع تبقى عارف المسافه دي ايه، فالكورد اللي هيمشي معاها هيكون ايه، وتبتدي تكتب الحانك بمعرفه المسافات اللي انت بتتحرك عليها او اللحن بيتحرك عليها، فتقدر تركب الكوردات بتاعتها. دي مستويات متقدمه في الموسيقى، هو بيجهزك من دلوقتي للمستويات ديت. فلازم تبقى عارف المسافات من الاولى، الثانيه، الثالثه، رابعه، خمسه، سته، سبعه.
ست مسافات، لان الاولى والثانيه محسوبه واحده يعني. فقدامك ست مسافات تحفظهم، احفظهم وهم متميزين عن بعضهم، يعني كل واحده منهم ليها ميزه عن الثانيه، واحده هتلاقيها كبيره شويه، واحده هتلاقيها في النص، النص اصعب اثنين اللي هم الرابعه والخامسه انك تميز بينهم، بس سهل جدا تميز بينهم لو عرفتهم باغاني اهواك مثلا الرابعه، فاي حاجه تانية غير الرابعه تبقى الخامسه، لو زادت شويه تبقى السادسه، لو هي يا دوبك بينها وبين الاكتاف حته تبقى السابعه، واخد بالك؟ والثانيه جنب الاولى على طول، دي سهله، والثالثه لا هي الرابعه بتاعت اهواك ولا هي الثانيه اللي جنب، فتقدر تميز بينهم بالمنظر ده. فحاول تدرب نفسك على دي كأول نقطة من الإير ترينينج أو الأورال أو الشفوي في المستوى الثالث. انت فاكر ان دي صعبة؟ طب استنى بقى التقيل يا باشا. تاني حاجة في الأورال في المستوى الثالث أو الشفوي بتاع المستوى الثالث، هتدي للممتحن ظهرك، يعني لو انت هتخش الامتحان هتدي للممتحن ظهرك وهيعزف جملة على الجيتار، مطالب بانك انت، هو هيقول لك اسم السلم اللي هو عزف بيه، قدامك اربع سلالم هتشتغل منهم، سلم الدو ماجير، سلم الري البنتاتونيك، سلم السول البلوز، وسلم السي الماينور الطبيعي، سي ناتشرال ماينور. دي السلالم اللي موجوده عندك في المستوى الثالث، هيقول لك اسم السلم اللي هو عزف لك الجمله دي منه، واول نوته من الجملة، وانت بسمعك للنوتة دي لما كنت مديله ظهرك هيعملها لك مرتين، فهتسمع الميلودي ده مرتين، الجملة دي مرتين، وهيقولك اول نوتة منها والسلم ايه. انت هتخش على الجيتار وهتمسك الجيتار ومن اول مرة تعمل الميلودي اللي اتقال لك ده. زي ايه مثلا؟ هيروح الممتحن يقولك اتفضل ودي وشك الناحية التانية، وهيروح هيقولك السلم سلم دو ماجير، وهبدأ من نوتة الدو، وانت تقعد تسمع بقى. انت في ودنك هتقول تا 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 تا. هو مسموح له بس يستعمل معاك الكروتشت والكويفرز، الكروتشت والكويفرز، مش هيستعمل اي نوتات تانية اكتر من كده. فانت تبقى عارف انك انت كروتشتس وكويفرز، لك ركز بقى في اللحن عشان تيجي بعد كده تقول ايه. هو ابتدى من الدو تا 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 تا، فهتلاقي ايدك بتعزفها. لحن زي ده، ممكن يعملوا أبطأ شوية، فأنت تبقى عارف اللحن اللي اتعزف ده إيه وتقدر تقلده على الجيتار. طبعا ده هيحتاج تدريب منك انك انت تسمع الحان كتير على الليفل البسيط ده. طبعا احنا قدامنا اغاني كتير، واخد بالك؟ حاول تركب موسيقى، طبعا الناس اللي بتبقى موجوده في الخارج يعني بيتباع سي دي مثلا مع الكتاب، بتاع الليفل دوت بيتباع سي دي تدريب، بيعملوا سي دي تدريب للناس، والسي دي عليه متسجل عليه 30 40 50 حته، هيجي منهم حته في الامتحان يعني. فبتسمع انت السي دي دوت وتمرن نفسك خلال اليوم بتاعك او لمده شهر شهرين، واخد بالك؟ زي ما انت هتجهز نفسك للامتحان وكده. فالاير تريننج ده بيبقى له سي دي مثلا تقدر تستعين بيه، بس احنا ما عندناش الامكانيات دي عندنا، فاحنا هنحاول نبتكرها احنا. فانت هتيجي هتروح مركب جمل على المسافات، تبقى مفيش يا اما كويفر يا اما كروتشت، وتروح عامل على السلالم دول تنوعات كتيرة، اعمل تنوعات كتيرة زي ما تقدر، اعمل تنوعات زي ما انت تقدر على برامج التسجيل اللي احنا عملناها ديت، انت ممكن تكتب نوت عليها، في برامج كتيرة دلوقتي ممكن تكتب نوت عليها على البرنامج نفسه والبرنامج يعزفها لك، يعني برامج الميدي ديت. فانت اعمل لنفسك مجموعة من الجمل ديت وركب الجمل ديت واسمعها، وقلد كل واحدة، بعد ما تسمعها اطفي الجهاز واعملها، وبعدين اعمل اللي بعدها، بس اهم حاجة تعملها من اول مرة، مش هيسمحوا لك تعيد والا هتنقص درجاتك، ولو تهتهت طبعا هتنقص درجات منها، واخد بالك؟ فاهم حاجة تعمل الميلودي بالظبط زي ما الممتحن هيعزفه لك. تالت جزء من النظري، ايه ده هو في تلاتة او في اربعة كمان؟ بس انا عايزك انك انت تاخد انك بعد المستوى التالت دوت المفروض هتبقى جيتارست، فلازم تبقى على الاقل البيزكس، تبقى عارف الاساسيات بتاعتك تبقى ايه.
تالت حاجة الراجل هيعزف لك واحدة من ثلاث مقطوعات هيعملها لك، يعني ثلاث أرتام، ثلاث أنواع من الإيقاع بتاع النوتة نفسه. يعني إيه؟ ثلاثة بيسموها تايم سيجنيتشر، أو ثلاثة عد موازير، عد أربعة من أربعة، عد ثلاثة من أربعة، عد ستة من ثمانية. دول اللي عليكم في المقرر في الليفل الثالث. يعني إيه الكلام ده كله؟ يعني أما هتلاقي مقطوعة مثلا تحس إنها أربعة من أربعة، الإيقاع رباعي، هتبقى حاجة عاملة زي كده مثلا. مربعة خالص، اربع كده شغالة معاك، هتلاقي نفسك بتسقف معاها تسقيف العادي بتاعنا. دي اربعة من اربعة، تعرف ان دي اربعة من اربعة غالبا. يعني التانية تلاتة من اربعة، ده فالس. فالس. عندنا أغنية مشهورة جدا للفنانة اسمها ليالي الأنس في فيينا وفيينا رو. شوف انت بقى الإيقاع روحه عاملة ازاي، هتلاقي حاجة زيه كده. فانت هتبقى مطالب هيعمل لك الجملة دي مرتين، متوقع ان هو في تاني مرة انك انت تسقف الإيقاع الأربعة من أربعة أو ماشي. تاني إيقاع الستة من تمانية، الستة من تمانية دي أصعب شوية بس هيديك الإحساس إنه هو فالس بس سريع شوية. هيبقى حاجة زي كده، واخد بالك؟ فانت حاول انك انت بالايقاع تحدد الستة من تمانية اللي هو هيبقى ايه؟ في الطالع تلاتة والنازل تلاتة. هيبقى كله تريليوهات، اللي هي تريليولي. لو فاكرين احنا في مجموعة الاساسيات، راجع مجموعة الاساسيات هتعرف ايقاع التريليولي، انك انت بتحط تلات نوت في نوتة واحدة. هيبقى حاجة زي كده مثلا يعني. فانت تبقى عارف الايقاع اللي هو ستة من تمانية، لو بطقناه يعني الفالس هيبقى الايقاع الاربعة من اربعة، مثلا. فانت التلات انواع من الايقاعات دول لازم تتمرن عليهم كويس جدا، علشان لما الراجل يعزف لك الجملة دي مرتين متوقع انت في اخر التانية او في من المرة التانية، يعني مرة واحدة او هيعيدها. فالمرة الاولانية انت هتسمع ومع نفسك تخبط الريتم، في التانية المفروض تسقف مع بقى تات. لو هيبقى 6 من 8 لو هيبقى 4 من 4 مع اول المزوره. فدوت الايقاع بتاع الجيتار، او ايقاع الموسيقى، او ايقاع النوت والموازير. اخر حاجه نمره 4 في الاير تيست، او الامتحان الشفوي بتاع الموسيقى بتاعه الار جي تي، هيخيرك ما بين الكوردين الميجر والماينر. فهيخيرك ما بين كوردين، كورد ميجر وممكن نفس الكورد ماينر.
انت تحدد اما هيعزفهولك تحدد الكورد ده ميجر ولا ماينر، فهيبقى من اي سلم، يعني سلم السلالم بتاعتك اللي انت اخدتها من المستوى دوت، فهتلاقي غالبا سلم ميجر هيجيب لك كورد ميجر وكورد ماينر من اي سلم ميجر هو اداهولك. فلو عديت انت من النقطة دي قدرت تتميز ما بين الميجر والماينر هتبقى اخدت الدرجة كاملة في الموضوع ده. بعد ما هتخلص التمرين الشفوي دوت وبتروح الامتحان، بيمتحنوك بقى بكل الامتحان بتاعك عملي ونظري، النظري اللي هو انك انت السمع يعني. مجرد ما بتخلص وبتنجح في المستوى ده وبتعدي المستوى التالت ده وتروح للمستوى اللي بعده اللي هو هيبقى المستوى الرابع، وان شاء الله نحاول على قد ما نقدر نوصل للمستويات العالية في الار جي تي، بس لغاية المستوى التالت انت كده المفروض تبقى عرفت اساسيات كويسة جدا تأهلك انك تكمل مع نفسك بقية المستويات او تكمل في عالم الجيتار وتبقى فاهم انت بتعمل ايه. واشوفكم الحلقة الجاية.